بس خلينا ناخد بقى عشان معانا النجم المطرب الجميل. تحياتي. مطربنا الجميل اللي يعني مش هقول كبرنا عشان ما كبرهوش على اغانيه، بس بنسمع اغانيه من زمان وبنحبها ولحد دلوقتي اجيال ورا اجيال بتردد الاغاني. مطربنا الجميل ايهاب توفيق، مساء الفل، كل سنه وحضرتك طيب يا رب. ربنا يخليك يا نهاوند، في كل سنه وانت طيبه. كريم كل سنه وانت طيب، كابتن ماهر همام كل سنه وانت طيب، وانتم بالصحه والسلامه ورمضان كريم، ويا رب كده دايما كل الايام الجميله دي تتعاد علينا بالخير. الله اكرم، الله اكرم يا رب. يعني اكيد عايزه اخد رايك في يعني مباراه امس، لان انا عارفه انك اهلاوي جدا وطبعا قول لي رايك ايه برضه. والله رايي يعني انا من النوع اللي بيحب يقطع في اللعيبه، يقطع في المدرب، ينتقد انتقادات ساخنه. طب انا هقول لك على حاجه، خلينا يعني برضو نستغل وجودك معانا، معلش بقى تسمح لي، واحنا عندنا مباراه عوده مهمه جدا. رسالتك من او خلينا نقول رسائل دعم للفريق ان شاء الله في العوده، تقول لهم ايه برضو؟ طبعا الروح لازم تبقى موجوده بشكل كبير جدا، لازم الدعم النفسي والتحضير النفسي يبقى موجود للعيبه بشكل قوي جدا. موضوع الراحه اللي بياخدوها كتير، انا شايف في ناس ما بتلعبش خالص وبتاخد راحه سلبيه بعد المباريات زيهم زي الناس اللي لعبت. في اخطاء انا شايفها لازم تتصلح، انما لازم كلنا نبقى في الاخر دي الفرقه اللي احنا بنحبها وبنشجعها على الحلوه والمره معاه، احنا اتعودنا على كده. واحنا كسبانين بنشجع الاهلي، واحنا خسرانين في اسوء الظروف بنشجع الاهلي وبنصر على تشجيعه بالروح الحماسيه بتاعتنا اكتر واكتر حتى لو في اصعب الظروف. جميل. انا عايز اخدك بقى لحته ثانيه خالص. الماتش اللي جاي يبقى يعني هو بوابة وصولنا ان شاء الله للمباريات بالظبط يا مسهل، النهائي والنهائي باذن الله. عايز اخذك لمنطقه مختلفه تماما، يعني نهاوند سالت كل الاسئله المهمه، انا بقى عايز اخذك لحته بعيده خالص. انت وحشنا جدا. انت من الفنانين اللي عندهم قاعده جماهيريه عريضه ومساحه كبيره جدا من المحبه في قلوب اجيال كتير، زي ما نهاوند كانت بتقول من شويه. احنا عايزين نشوفك ونسمعك اكتر من كده بكتير يا ايهاب. ان شاء الله حقيقي، إن شاء الله يعني الفتره اللي جايه يبقى في تركيز اكتر، ويعني في انتاجات كتيره في الاغاني باذن الله، بس يعني مستنيين توفيق ربنا في الحاجات اللي بنقدمها. يا رب يعني يا رب ان شاء الله. يمكن يكون الـ 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 الاذن اللي بتستمع اتغيرت شويه في الفتره الاخيره من 10 سنين الاخيره بعد الثوره لغايه دلوقتي، ده برضه له بعض التأثير، ولكن ربنا يسهل. هي التغيير ما كانش شويه للامانه، والتغيير كان كبير. احنا دلوقتي بقينا نسمع اغاني ما انزل الله بها من سلطان، من ناس ما انزل الله بهم من سلطان ومتقدمين للمجتمع على اعتبار ان هم فنانين وبيقدموا فن. يعني انا شاكر ان انت بتقول كده، يعني يمكن الحكم بتاعي في الموضوع بيبقى عليه برضه يعني رقابة كتيرة، في ان انا ممكن يكون لي رأي في بعض الناس بتأخذ عليا عشان اكيد بطبيعة الحال. اكيد طبعا، ولكن الحمد لله الناس عارفة الذهب يبقى ذهب. كان ايه الاستاذ سامي بيقول لك الذهب يبقى ذهب، وانت ذهب والله العظيم، دي حقيقه والله بجد. ربنا يخليك لا والله اجيال مختلفه بتحبك واحنا بنحبك جدا، وانت شفتني لما تقابلنا في وشوشه. لا بجد والله. طب اخبار رمضان ايه؟ انا مش عايزه اطول عليك، بس قول لنا رمضان بقى كده يومك بيبقى ازاي فيه؟ والله الطقوس الطبيعيه بتاعت رمضان، الصلاه والصيام وقراءه القران، ربنا يتقبل. يعني بتروح بقى من الناس اللي بتروح العزومات كتيره، بتقابل ناس كتيره، ولا بتحب لا على قد ما تقدر ما تندمجش قوي؟ يعني في كده وفي كده. يعني بعض الاوقات بيبقى فيه العزومات مع الناس القريبين من العيله او الاصدقاء القريبين جدا، مش اكتر من كده. لما بيكون في شغل مثلا، كان عندي الاسبوع اللي فات شغل في احد الخيام الرمضانيه، عملت حفله وعملت حفله ثانيه انا وحامد الشاعري وهشام عباس، الله بعد خمس ايام كده برضو في حفله ثانيه. الاسبوع الجاي يوم الثلاث والخميس والجمعه عندي شغل برضو، فهو اللي بيخرجني من البيت غير العزومات البسيطه مع الاهل والاصحاب القريبين الشغل. طب ما تيجي نخرجك يوم الاحد الجاي ان شاء الله، تيجي تنورنا انا ونهاوند هنا في البرنامج ده ونعمل حفله كده على الضيق، فضل خيرك. شوف الطمع بقى، شوف الطمع. والله.
والله هنسعد والدنيا يعني هتنور بيك، يعني انت عارف معزتك وغلاوتك، فنسعد ونتشرف بوجودك معانا والله. عشره عمرو وصداقه من زمان من زمان، يعني مش عايزين نكبر نفسنا بقى اكتر من كده يا كريم، ولكنها صداقه كبيره جدا معانا. يا رب دايما يا رب باذن الله. نورتنا والله بجد، ومبسوطين انك بتتابعنا، وكل سنه وانت طيب، وهشوفك بقى، هنتفق على موضوع الخيمه الجايه دي، هكلمك ان شاء الله. ان شاء الله انا